للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الإعلامية والناشطة في التظاهرات آيات المرسومي. مرحبا بك سيدة آيات. تظاهرات طلابية في ذي قار والناصرية وغيرها من المحافظات تؤكد على مطالب الثورة، كيف تصفين دور الطلاب في الإبقاء على شعلة الثورة؟ نعم، شكرا جزيلا لك. حقيقة تحية لجميع الأبطال المرابطين داخل ساحات الاعتصام بعموم المحافظات العراقية. حقيقة يعني دور الطلاب جدا مشرف من بداية التظاهر ولحد هذه اللحظة، إضافة لذلك أنه ثورة القمصان البيض اللي تنطلقت في رفح الأحد الساعة 9 صباحا ولحد الساعة 12 ظهرا، ممكن تمتد لبعض الأوقات الثالثة ظهرا، فبالتالي انه نشوف الثقل الطلابي موجود داخل ساحات الاعتصام مو فقط في بغداد ولكن بعموم المحافظات المتحدة. حقيقة هذا راح يعزز دورهم كطلاب وايضا يعني وفاء لدماء الشهداء ودفاعا عن اخوتهم المتظاهرين والمعتصمين داخل ساحات التظاهر. حقيقة هذا الامر جدا مهم، كونهم طلاب يمثلون شريحة مهمة ومثقفة في المجتمع وأعدادهم ما شاء الله مليونية، يعني كل أحد تصير ثورة القمصان البيضاء أو عليها هي مليونية الطلابية حقيقة يعني. طيب كيف ستكون يعني ست آيات يعني ردة فعل الشارع العراقي، ردة فعل المتظاهرين ثوار تشرين؟ يعني رغم الرفض الشعبي العارم لمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، لا تزال الكتل والأحزاب تتشاور فيما بينها لإيجاد خليفة لمحمد توفيق علاوي، يعني من نفس الطبقة السياسية والتي بالتأكيد الثوار يعني يرفضونها. كيف ستكون ردة فعل ثوار تشرين على ذلك؟ يعني نفس الوجوه. نعم، ولكن تعقيب بسيط على السؤال الأول، وجود الطلاب داخل ساحات التظاهر في عموم المحافظات المنتفضة هذا راح يعزز من ثقة المتظاهرين اللي يرابطون ويقوم اللي يعني يبارطون داخل ساحات الاعتصام ويتعرضون للقمع والتسجيل وأيضا الرصاص وبالفترة الأخيرة اللي يستخدمون الطشم ضد المتظاهرين، فبالتالي وجود الطلاب هو يعزز من ثقتهم وتمسكهم داخل الساحات. نرجع تقريبا على السؤال الثاني اللي تمسك البرلمان او تمسك الكتل السياسيه بنفس الوجوه ونفس الشخصيات السياسيه، ماذا نشوف انه نظره حقيقيه ونظره واقعيه للمتظاهرين ونظره ايضا للشهداء والدماء اللي سالت خلال بدايه التظاهرات يعني 125/10 ولحد هذه اللحظه حقيقه يعني ما شفنا فد نظره واقعيه للمتظاهرين. المتظاهرين ألقوا مهام داخل ساحة الاعتصام وأيضا على المطعم التركي، ألقوا شروط ومهام من ضمنها اختيار رئيس الوزراء، واختيار رئيس الوزراء أن يكون شخص غير جدلي غير تابع لأحزاب معينة ولا كتلة أكبر ترشحة ولا أيضا تابع لمحافظة معينة، فبالتالي أنه بدنا نشوف وجهة نظر حقيقية للمتظاهرين. إضافة لذلك أيضا الشهداء اللي راحوا والأشخاص اللي اختطفوا واللي اعتقلوا. نعم ست آيات، يعني بالتأكيد هو بالتأكيد هو انتصار كبير الذي حققته الثورة بعد 5 أشهر من انطلاقها، يعني ربما ليس آخر هذه الانتصارات إسقاط حكومة محمد توفيق علاوي، ربما هناك أيضا جولات جديدة، يعني السياسيون أو الكتل السياسية أو رموز العملية السياسية مستعدون لإجرائها في المستقبل أو حتى للأحزاب المدعومة من إيران. استراتيجيات الثورة يعني من وجهة نظرك ثائرة أيضا، هل تتوقعين أن تكون هناك يعني زخم أكبر لهذه الثورة لمعارضة بشكل أكبر لهذه الأحزاب ونفوذها وسلطتها في العراق؟ نعم حقيقة يعني أنه التصعيد السياسي المستمر داخل ساحات التظاهر هو نركز على جانب مهم، هو تصعيد سياسي سلمي حقيقة يعني من قبل أخواننا المتظاهرين في العموم المحافظات المنتفضة، وبالتالي أنه إحنا نريد نظرة واقعية لمهام اختيار رئيس الوزراء، إحنا نأكد على المهام والشروط اللي موجودة
باختيار شخصية رئيس الوزراء، ولكن أنه بدنا نشوف استجابة من قبل الحكومة يعني مع الأسف. فبالتالي أنه مو فقط مطالبنا صارت هي اختيار رئيس الوزراء، ولكن عندنا عدة مطالب، منها الكابينة الوزارية، وأيضا من ضمنها الانتخابات المبكرة بإشراف أممي ومحاسبة الفاسدين والمقصرين. هذه كثير من المطالب اللي طالبنا بها، ولكن ركزنا على الجانب المهم هو اختيار رئيس وزراء. فبالتالي انه احنا ممكن في حال يختارون الشخصيه اللي تابعه لاحزاب او محافظات معينه، فبالتالي هذا الشخص ما راح يكون دعم الى من قبل المتظاهرين. حقيقه يعني هي صوت الحقيقي والصوت المؤثر هو صوت الشعب، والكتله الاكبر هي كتله الشعب. فبالتالي اي شخص يرشح من قبل الاحزاب والكتل السياسيه حقيقه راح يتم رفضه من قبل ساحه التظاهر، ومن بعدها يتم تصعيد سياسي سلمي من داخل الساحات المنتفضة. من بغداد الإعلامية والناشطة في التظاهرات آيات المرسومي، شكرا جزيلا لك.